الاهلي يفوز على المقاولين العرب 4-1. الاهلي يفوز على المقاولين العرب. مالكش دعوه انت يا غريمي، مالكش دعوه يا زمالك، عشان عارف ان النتيجه دي معصباك ومش قاعد على بعضك كده. ال 4-1 الجميله، خلصنا من ثلاثيات مارسيل كولر ودخلنا على رباعيات مارسيل كولر. 4-1 للنادي الاهلي، 4-1 تانيه في خلال 4-5 ايام كده، لسه مروقين الزمالك 4-1. بنكررها تاني بنفس 4-1 عشان نفكرهم وننكد عليهم. الاهلي ده رخم قوي يا جدع، يا جدع ما تكسب باي نتيجه، هو لازم ال 4-1، هو لازم نفس الرباعيه اللي هم لسه واخدينها نكررها تاني وتفكرهم وتنكد عليهم. ما تسيب الناس يا عم في اوجاعها يا اهلي، ما بالراحه يا اهلي وكفايه، دوس على غريمك، هيسيب لك البلد كلها ويمشي. قال لك في مستثمر اجنبي وعايزين يشتروا ويبيعوا النادي وكلام كتير قوي كده، بالراحه على الناس يا جماعه بالله عليكم. رباعيه للنادي الاهلي 4-1، لكن في كلام كتير قوي عايزين نقوله. الاهلي بيلعب النهارده بالبودله، بيلعب النهارده بالفريق الثاني او الفريق الثالث كمان، مريح نص او كل الفريق، كل اللعيبه مريحه، بقدر اكسب بالبودله. عندي 2 لعيبه شايفهم انهم لازم يمشوا النهارده، لازم يمشوا من النادي الاهلي بعد الماتش ده، ياخدوا ايد بعض هما الاثنين ويخرجوا بره. تخيل كسبانين 4 يا جدع وفي 2 لعيبه خانقني في عيشتي، هنتكلم في اخر اللايف كده وهقول لك تقييم اللعيبه، ومهم جدا تقييم اللعيبه النهارده يا جماعه. كل لاعب هقول لك ياخد كام من 10، لان مباراه فعلا لازم نقيم اللعيبه اللي ما بتلعبش، نشوف اللعيبه دي مين فيهم يستمر مع النادي الاهلي ومين فيهم يرحل. خلاص انت في الانتقالات دلوقتي، في لعيبه جايه لك، في لعيبه لازم تمشي. فقول لي انت في الكومنتات، انا شايف ان في 2 لعيبه يمشوا، في 4 النهارده كانوا سيئين جدا في المباراه. في الشوط الاول احنا بنلعب حرفيا ناقصين 4 لعيبه، 4 لعيبه سيئين جدا، لكن في الشوط الثاني في ناس بدات تفوق شويه، فهنتكلم برده عليهم. قول لي انت في الكومنتات شايف مين سيء قوي ومين سيء وياخد فرصة ومين سيء ويمشي من الأهلي فورا، مين ملوش مكان جوه النادي الاهلي، مين مستواه اقل من النادي الاهلي. النهارده خدت كشاف برضو في الشوط الثاني كده مش حلو، يعني في لاعب من اللي بقول لك ان هو لازم يمشي الشوط الاول كان وحش قوي، اقسم بالله بنلعب ناقصين. جه الشوط الثاني فاق شويه كده، اللي هو ايه، ها انا فقت اهو، انا جبت لك جولين اهو، عرفتوه كده خلاص. طبعا طاهر، محمد طاهر، هو في ايه يا طاهر؟ اقسم بالله بجد هو في ايه؟ هو احنا جايبينك احتفالات بس، مره سطلانه ومره الاحتفال بتاع النهارده اللي بتعمله، مالك يا حبيبي مالك؟ انا مش جايبك احتفالات، انت لاعب كوره، لعيب جامد، المفروض لاعب كنت جاي تعوض لي رمضان صبحي، واحد من افضل اللعيبه اللي كانت في الاهلي. انت كنت جاي تلعب منتخب مصر مع منتخب مصر الاولمبي، كنت عامل شغل مع المقاولين، كنت مكسر الدنيا وشوب يمينك وشمالك وكنت لاعب جامد، انت ليه جاي ميت كده عندي؟ الشوط الاول النهارده طاهر قسما بالله بلعب ناقص، طاهر مش موجود في الملعب، لكن الشوط الثاني بيحرجني ويجيب لي جولين. طب انا كده خلاص هسكت يعني؟ هقول ان انت نجم الماتش يعني بالجولين اللي انت جبتهم؟ يا عم ماشي يا عم، ماشي يا عم، الجولين دول هيسكتوني، بس مش هينفع اسكت برضو، اصل ادائك وحش جدا يا طاهر قسما بالله، اداء في الملعب سيء جدا. شايف ان احمد عبد القادر ياخد فرصه عنده، المشكله ان طاهر خد فرص كتير في الاهلي، يعني الفكره ان ايه، في لاعب يقول لك لا محتاجين نديله فرصه، طاهر خد فرص كتير قوي، طاهر بيشارك اساسي فترات كبيره قوي، لعب كام ماتش مع النادي الاهلي، هتلاقي عدد ماتشات كبير جدا، سجل كام جول، عمل كام اسيست، عمل ايه مع الاهلي؟ هتلاقي ما عملش حاجه، هتلاقي ارقامه سيئه جدا، النهارده بيسجل جولين وبيحرجني كده الشوط الثاني بعد ما كان اداؤه سيء جدا جدا في الشوط الاولاني. اتكلم عليها لعيبه صغيره في السن عملت اداء فوق العظمه النهارده، في لعيبه كانت جامده جدا في الملعب النهارده، في النهارده يا جماعه مش شعاع نور، في النهارده جوهره كانت موجوده في الملعب اسمها احمد نبيل كوكا. ايه جمال احمد نبيل كوكا ده؟ ايه عظمه احمد نبيل كوكا في نص الملعب؟ انا نفسي افهم هو مين صانع اللعبه عندي، احمد نبيل كوكا ولا محمد مجدي قفشه؟ محمد مجدي قفشه ده اللاعب برده اللي كان في الشوط الاول، انا بلعب برده ناقص لاعب، محمد مجدي قفشه من اسوأ اللعيبه في الشوط الاول، لكن يجي لي الشوط الثاني فوق، يجي لي الشوط الثاني يعمل شغل جامد، يجي لي شوط تاني يعمل اسيست. الله يا جدعان، هو انتوا بترزوني ولا ايه؟ انا مش فاهم، هو اللعيبه هتبقى وحشه جدا وبعد ما اكتب ان اللعيبه دي من اسوء اللعيبه في الشوط الاول يفوق الشوط الثاني؟ طاهر وقفشه ما كانوش موجودين الشوط الاول، بداوا يظهروا الشوط الثاني. قفشه كان حلو قوي في ماتش الزمالك، انا ما بقولش ان قفشه واحد من اللعيبه اللي يمشوا، اللعيبه اللي يمشوا كانوا من وجهه نظري، انا شايف طاهر، محمد طاهر من اسوء اللعيبه، لكن الشوط الثاني بيسجل جولين عشان يسكتني ويحرجني. وفي لاعب ثاني هستنى ان انت تقوله لي في الكومنتات، مش هقول انا، انت اللي تقوله في الكومنتات. بص على كومنتات الناس كده، في لاعب خلاص انا مش طايق اشوف النادي الاهلي يوم تاني يا جماعه، مش قادر بجد، مش قادر يلعب لي بقى باك يمين، يلعب لي نص ملعب، يقف لي جول، مش عايز اشوفه في الاهلي. خلينا نتكلم الاول
ان الاهلي النهارده بيبدا بنفس التشكيل بتاعه بال 4 3 3 مارسيل كولر ما بيغيرهاش. هو مين قادر عليا عشان اغير له خطه؟ هو مين بيقف قدامي؟ انا مش شايف حد حرفيا في الدوري، الراجل فعلا مش شايف حد في الدوري. بيبدا بال 4 3 3 الشناوي في حراسه المرمى، وعايز اسال الشناوي ليه يا كولر؟ يعني الراجل اتصاب اهو النهارده وخرج بين المباراه. يا عم الشناوي اصلا كان المفروض يقعد، انت مريح الفرقه كلها، هي جت يعني على الشناوي؟ ما تلعب بعلي لطفي، الموضوع مش فارق كتير. الشناوي بيبدا في حراسه المرمى رباعي خط الظهر فخري باك يمين، فخري باك يمين ركز معايا ليه؟ لان انت عندك محمد هاني انذارات، عندك خالد عبد الفتاح مضطر ان انت تلعبه سيرد باك، لان عندك السيرد باكات منعم انذارات، ياسر انذارات متولي مصاب، ما عنديش لعيبه من الاخر الماتش ده، فخالد عبد الفتاح كان لازم يلعب سيرد باك جنبيه رامي ربيعه اللي عندي كلام كتير قوي معاها النهارده، وناحيه الشمال كريم الدبيس لعيب صغير في السن، لعيب برده ما عملش مجهود، ما عملش شغل النهارده، اقدر اقول ان هو لاعب كويس لكن لسه لاعب صغير، خليه موجود هنشوفه لسه الماتشات اللي بعد كده، مش هحكم عليه اكيد في اول مباراه يلعبها كامله يعني، او مش كامله هو خرج في اخر الماتش. ثلاثي في نص الملعب احمد نبيل كوكا، احمد نبيل كوكا لاعب من افضل اللعيبه النهارده او اللاعب الافضل في المباراه من وجهه نظري، وهنقيم اللعيبه وهقول لك، قول لي انت برضو في الكومنتات مين افضل لاعب، كل الكومنتات فخري 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 يمشي، فخري بامانه، فخري فخري فخري، كل الناس شايفه فخري يمشي في الكومنتات، الناس هي شايفه زي ما انا شايفه يا جماعه، يعني انا مش مستقصده اقسم بالله ولا حاجه، هو فعلا لاعب سيء جدا، لاعب بسطه في الكوره سيئه جدا، يعني انا مش فاهم والله الراجل شايف فيه ايه احنا مش شايفينه. ما علينا، ثلاثة في نص الملعب كوكا واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، على يمينهم محمد الضاوي كريستو موهبه قويه جدا، على الشمال طاهر محمد طاهر، وفي الامام محمد شريف المخيف راس حربة النادي الاهلي. ده التشكيل اللي بدأ المباراة. الماتش بدأ رايح جاي، المقاولين ما بيدافعش، المقاولين فاتح الملعب قدامه، شايف ان انت بتلعب بعيال صغيرة، شايف ان كريستو ده ما بيشاركش انت بتلعبه قدامي، شايف ان محمد فخري ده لعيب صغير وتعبان، شايف ان انت بتلعبه النهارده بكريم الدبيس اول مرة يلعب، شايف انك بتلعبه بكوكا في نص الملعب، قال لك دول لعيبة صغيرة، دوس عليهم وهاجم ونكسب النادي الاهلي النهارده ونبقى اول فريق في الدوري يكسب الاهلي. لكن الاهلي يقول له اول فريق مين؟ تعال هنا زيك زي اخواتك، يلا نرمي من هنا على طول، ويديله رباعيه زيه زي الزمالك. ما حدش يقول المقاولين ضعيف يا جماعه، اصل المقاولين ضعيف عشان شال اربعه من الاهلي، طب ما الزمالك شال اربعه من الاهلي، كلها بتشيل اربعات يعني. مارسيل كولر شكله قفل التلاتات ودخل في الاربعات، هيفتح سجل الاربعات مع الناس النهارده. بيجي جول في النادي الاهلي، ودي الحاجه الوحيده السلبيه بالنسبه لي، كنتش حابب ان الاهلي يستقبل اهداف، عاملين موسم للتاريخ، موسم تاريخي للنادي الاهلي. الاهلي دلوقتي لعب 31 مباراه معنا 81 نقطه، ناقص لي 3 ماتشات، 3 في 3 في 9 على طول ابقى 90 نقطة، رقم قياسي للنادي الاهلي ما حصلش قبل كده. الاهلي فنش الدوري 90 نقطة لسه في ايدينا. طب مين اقوى هجوم؟ الاهلي يا بيه ب 62 جول. مين اقوى دفاع؟ الاهلي برضو جاي فيه 9 تجوال بس. كل حاجة، الاول الاهلي، اعلى نقاط الاهلي، موسم قياسي الاهلي، دوري لا هزيمة الاهلي، اعلى فريق مسجل اهداف الاهلي، اقل فريق بيستقبل اهداف الاهلي، كل حاجة الاهلي، دوري الاهلي المصري يا جماعة، دوري الاهلي المصري مش الدوري المصري، لا لازم نسميه دوري الاهلي المصري. انا عارف الاسامي الجديده بيقول لك دوري نايل بعد كده، لا دوري الاهلي يا جماعه، ليه ما يبقاش اسمه دوري الاهلي؟ انا مش فاهم، المفروض يكون اسمه دوري الاهلي والله، لان هو فعلا الاهلي وبس، مفيش حد بينافس الاهلي. تخيل الفرق بيني وبين اقرب منافسين يا جدع، بيني وبين بيراميدز 11 نقطه وبقى لي ماتشين، 11 نقطه وبقى لي ماتشين. طب الزمالك فين؟ فرق بيني وبين الزمالك يا نهار اسود ومنيل، دي محتاجه اله حاسبه، دي محتاجه اله حاسبه. 22 نقطه فرق بين الاهلي والزمالك، الزمالك 59 نقطه، 22 نقطه فرق بين الاهلي والزمالك، ولسه الاهلي ليه ماتشين ب 6 بون، يبقى 28 نقطه. يا نهار اسود ومنيل، ويقول لك غريمي، غريم ايه يا جدعان؟ ما تبطلوا ضحك بقى، لايكات كتير لللايف يا رجال، عايز اللايكات اشوفها على الجنب هنا مولعه الدنيا كده، لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، شير ونكد عليهم وقول له رباعيه ال 4 1 بتقول لك اوعى تنسى، اوعى تنسى رباعيه جدي كولر اللي لسه راقعها لك، بيرقعك رباعيه جديده هنا، رباعيه جديده للمقاولين، بيشيل زيه زي الزمالك. بيقول لك شوقي غريب هيطلع بعد المباراه يقول لك انا مش الفريق الوحيد اللي بشيل اربعه، ما الزمالك شايل اربعه زيي. خلينا نتكلم عن الماتش بسرعه كده، في الدقيقه 10 تسديده من كريستو حلوه جدا صدها حارس المرمى الاهلي، الشوط الاول كان وحش جدا، الشوط الثاني بنعمل مزيكا. في الدقيقه 17 كوكا بيعمل اسيست عالمي، كوكا في نص الملعب هو المايسترو النهارده، هو اللي بيوجه الكره يمين وشمال، باصات كلها صح، حسسني ان مروان عطيه موجود، ربنا يرحم والده يا رب، كله يقول في الكومنتات كده ربنا يرحم والده ويدعي الوالد مروان عطيه ويصبره ويصبر اخواته ويصبر اهله يا رب ان شاء الله، ويرجع اقوى من الاول ويكون سند وضهر لاخواته ولعيلته كلها باذن الله، ويرحم والده ان شاء الله ويجعله في الجنه. كوكا النهارده بيفكرني بمروان في نص الملعب، كميه باصات كلها
كلها صح، مسك لي نص الملعب صح، بيعمل اسيست كمان عالمي لاليو ديانج اللي عنده لا مركزيه وبيدخل جوه ال 18، بيفكرني بحمدي فتحي. الادوار كلها هي هي لكن اللعيبه بتختلف. مارسيل كولر نفس الادوار موجوده، حمدي فتحي النهارده كانه موجود بس في شكل اليو ديانج، مروان عطيه كانه موجود بس في شكل احمد نبيل كوكا، بيعمل اسيست يستلمها على ركبته استلامه هايله وتسديده يقطع الشبكه، تكسر العرضه وتقطع الشبكه بين اليو ديانج. الهدف الاول في الدقيقه 17 بدري الاهلي بيسجل، لكن بيسجلوا هم عندهم لاعب يا جماعه اسمه عمر سافيولا. عمر سافيولا لاعب مميز جدا، لاعب في كل الفاولات وفي كل الكرات الثابته، بيعمل الرفعات زي ما الكتاب بيقول، شكل خطوره على النادي الاهلي. فاول المقاولين رفعه واسيست بالراس وجول على طول بيجي ليهم، فاول كان خطر من على 18 وكان باين انه خطر. دفاع النادي الاهلي زي الزفت في الكره دي. ايه يا رامي يا ربيع؟ طب خلينا عبد الفتاح واحد مش مساك بيلعب في مكان مش مكانه، ايه يا ربيع في ايه؟ لما الكره تترفع يطلع احمد علاء لوحده خالص، ما معوش ولا من لعيبه الاهلي، انت فين؟ يلعب الكره بدماغه لجوه، بعد كده يخش اللاعب الثاني ويسجلها من جوه السكس يارد من غير ما يكون في حد بيضايقه حتى. فين لعيبه النادي الاهلي؟ ليه التمركز كان سيء جدا في الكره دي؟ مش عايز اقصوا على لعيبه الدفاع ورامي ربيعه وعلى المدافعين، ورامي ربيعه بالاخص هو اللي يتحمل الجول ده، مش عايز اقصوا عليهم لان الاهلي عامل عظمه، لكن لازم نركز. جول زي ده البوزيشن بتاع لعيبه النادي الاهلي كان سيء جدا، كلهم اوت اوف بوزيشن، والفكره كمان ان انت مش كره متحركه. عارف لو كره متحركه ورافع اقول لك ان اللعيبه كانت ايه مش في مراكزها واللي راجع وبتاع، لكن انت الكره ثابته. الكره ثابته دي يعني انت مركز جدا، كل واحد بيراقب واحد، كل لاعب عارف هو ماسك مين، عارف واقف مع مين. كل المقاولين بيتعادلوا في الدقيقه 25 عشان نخاف ونقول هو الدوري هيضيع مننا، دوري لا هزيمه ولا ايه، ممكن نخسر ولا ايه باللعيبه اللي موجوده في الملعب. نبدا نبص ونشوف مين على الدكه، فنلاقي حسين الشحات ونلاقي تو ونلاقي كهربا وعبد القادر، فنطمن ونقول لعيبتنا موجوده على الدكه، ده احنا نقدر نقلب الماتش في اي وقت. في الدقيقه 33 جول لمحمد شريف لكن اوفسايد، اوفسايد صحيح، عمر سافيولا اميز لاعب فيهم الشوط الاول، كل الضربات الركنيه والفاولات خطيره جدا، وجالهم كرات كتير في الشوط الاول، كانوا قادرين يهاجموا النادي الاهلي بمنتهى القوة. بيبدا الشوط الثاني، مارسيل كولر ما غيرش بين الشوطين، كنت شايف ان لازم طاهر يخرج من الملعب بس ما خرجش وسجل جولين، كنت شايف ان لازم قفشه يخرج من الملعب برده عمل اداء كويس الشوط الثاني، قلت طاهر وقفشه يخرجوا ينزل مكانهم قندوسي وينزل احمد عبد القادر. عايز افهم قندوسي ليه بعيد الفتره دي، المفروض ان انت بتدي اللعيبه اللي ما كانتش بتلعب اساسيه وعندك عجز في نص الملعب، بتلعب بكوكا وبتلعب باللعيبه الصغيره، كوكا بيتميز جدا النهارده وبيقول لمارسيل كولر لازم اكون في الحسابات، كوكا المفروض كان يلعب هو اساسي الماتش اللي فات قدام الزمالك، كان محمد فخري افضل بكتير جدا منه في وسط الملعب، لكن ما بيغيرش الراجل. بيبدا الشوط الثاني بنفس التشكيل، في الدقيقه 52 كورنر وكريستو بيرفع واحده زي ما الكتاب بيقول، كورنر خطير جدا، واخيرا بقى بنسجل من كورنر يا جدعان، الاهلي بيسجل من كورنر، لا ومين كمان، محمد شريف براسيه بيطير فيها سمكه ويدخل الكره الجول، هدف حلو جدا لمحمد شريف، قسما بالله قبلها قايل شريف هيسجل النهارده، قايل شريف اللي هيجيب الجول الثاني للاهلي، وفعلا هو اللي بيجيب الجول. الجول الثاني للاهلي في الدقيقه 52 والاهلي بينصب السيرك بقى، بنبدا نلعب لوحدنا لان المقاولين فاتح عايز يهاجم مش قادر على الاهلي، الاهلي بيعمل اداء كويس جدا الشوط الثاني. في الدقيقه 61 رفعه من جوه السكس يارد بدماغه، دي كوره ليهم هم، في الدقيقه 61 هجمه ليهم من على شمال الاهلي تترفع واحده ويدخل لاعب المقاولين من جوه السته برده لوحده. فين دفاع الاهلي سيء جدا النهارده، خصوصا رامي ربيعه، وخالد عبد الفتاح كمان ما كانش كويس، بس ده انا مديله عذر انه بيلعب في مكان غير مكانه، رامي ربيعه مش لاقي له عذر بصراحه، سيء جدا رامي ربيعه مع النادي الاهلي، يلعب ماتش حلو ماتشين 23، رامي ربيعه بيكون افضل لما بيكون ناحيه نص الملعب، لما بينزل ثالث في الدفاع، لما ما بيكونش هو الاخير وهو اللي مطالب منه انه يقود خط الدفاع بيكون كويس، لكن لما بيكون قلب دفاع صريح تعتمد عليه بيكون وحش لان غلطاته كتير قوي. في الدقيقه 68 اسيست من محمد مجدي قفشه، وطاهر يحرجني بعد ما بقول ان هو من اسوأ اللعيبه في المباراه، ويسجل واحده بشماله في الضيقه ويجيب جول حلو جدا، اسيست من قفشه اللي بيحرجني هو كمان. بعد كده في الدقيقه 78 اول تغييرات، بيخرج الشناوي مصاب، ان شاء الله اصابه خفيفه فيش حاجه باذن الله، نطمن على الشناوي. بينزل علي لطفي، لسه طبعا ما اعرفش اصابته ايه، انا بصور بعد الماتش على طول. بعد كده بينزل بيرسي تاو، يخرج اليو ديانج، عشان التغييره دي عجبتني قوي، التغييره دي فيها عبقريه من مارسيل كولر. انا استغربت الاول قلت تاو مكان اليو ديانج، انت هتلعب 4 2 3 1 ولا ايه، انت هتغير التشكيل وتخلي اتنين بس في نص الملعب ولا ايه؟ الاقي لا، الاقي الراجل بينزل فخري نص الملعب، لا وحش جدا ناحيه الرايت، وبيرجع طاهر محمد طاهر يلعب باك يمين وبيجربه في مكان جديد عليه، قال لك اجرب طاهر ناحيه يمين، هو مش شايف ان فخري كويس ناحيه الرايت، فرجع طاهر ناحيه الرايت وخلى تاو يلعب وينج ويروح الناحيه الثانيه كريستو كده.
تغيير كان كويس جدا، كان عبقري من كولر من وجهه نظري. في الدقيقه 82 بينزل كهربا مكان مكان قفشه، بينزل عبد القادر مكان كريستو، ورافض خليل مكان الدبيس. تغييرات كتير بيدي لبعض اللعيبه. كهربا اللي بينزل يجيد على طول، اول ما بينزل يحط لك بصمته في الماتش. نزل 8 دقائق ويعني هجيب لك ركله جزاء، كهربا دايما حاضر ودايما موجود. انفراد لكهربا بيجيب ضربه جزاء صحيحه 100%، طبعا اللعيبه في ضهره وهو خلاص هيشوط، بيتم كده عرقلته عشان ياخد ضربه جزاء صحيحه في الدقيقه 87. وبص على لقطه كهربا، بص كهربا وبيمسك الكرة وعايز يشوط، بس الاهلي في سيستم وفي نظام. فكك من الكلام بتاع قبل كده لما كان في الزمالك ومسك الكرة قدام الاهلي وشاطها غصب عن الجهاز الفني، ضاعت الكرة وخسروا قدامنا كده. لكن النهارده بيمسك الكرة ويقول هشوط، يتقال له لا، اللي هيشوط طاهر محمد طاهر، هو اللي المفروض متخصص ركلات الجزاء في غياب علي معلول، في غياب عمرو السوليه، ويشوط فعلا طاهر ويسجل جول، تبقى رباعيه ننكب بيها على الزملكاويه قبل المقاولين. في الدقيقه 92 كهربا يلعب واحده حلوه جدا لمحمد شريف، بيشوطها بره والحمد لله انها طلعت بره، عشان انا عايز 4-1، مش عايز نزود عن 4-1. 4-1 جميله ورايقه قوي، رايقه قوي 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 يا جماعه. لايكات كتير لللايف، لايكات كتير وشير على قد ما تقدر. خلينا نقيم اللعيبه بقى بسرعه، وقولوا لي تقييماتكم انتوا كمان، هبص على الكومنتات واشوف تقييمات الناس. الاول محمد الشناوي، محمد الشناوي 6/10 من وجهه نظري. قولوا لي رايكم انتوا، محمد الشناوي يستحق كام من 10؟ عمل تصديات وكان كويس، الجول اللي دخل فينا ما يسالش عنه قوي، محمد الشناوي كان ممكن يخرج لكن كان في زحمه برده في ال 18. 6/10 محمد الشناوي. ناحيه اليمين محمد فخري، تقييم محمد فخري كام يا رجاله؟ تقييم محمد فخري ده ياخد كام ناحيه الرايت النهارده؟ اكيد صفر، اكيد صفر. لاعب سيء جدا، لاعب سيء جدا جدا جدا. ناحيه الشمال كريم الدبيس، مش عايز اقسي عليه يعني، مش عايز اقسي عليه، لعيب لسه صغير ممكن ياخد فرصه ثانيه وثالثه، لان محمد فخري خد فرص كتير. لكن ناحيه الشمال الدبيس تقريبا اول مره نشوفه. فالدبيس النهارده 3/10، وانا كرمك يا دبيس والله ما كانش حلو خالص النهارده الدبيس. ثنائيه خط الظهر رامي ربيعه صفر يا رامي، صفر يا رامي. انت لعيب كبير يا رامي، انت لاعب منتخب مصر، انت في وقت من الاوقات كنت افضل مدافع موجود في مصر، حصل لك ايه؟ حصل لك ايه؟ ليه عدم التركيز ده؟ ليه دايما ما فيش تركيز؟ امكانياتك قويه جدا، بدنيا قوي جدا، رجليك تقيله على الجول، بتلعب عالي، بساطتك كويسه وبتخرج بالكوره، لاعب متكامل دفاعيا، لكن عندك مشكله ان انت دايما مش مركز، دايما في دايما قهوك كده في خط الدفاع. ليه؟ ليه ما نركز شويه ونصحى كده ونفوق ونشوف واقفين فين ونصحى كده؟ ما يعني خلي عبد المنعم يعلمك شويه حاجات. جنبيه خالد عبد الفتاح، رامي ربيع زي ما بقول لك صفر، خالد عبد الفتاح جنبيه. خالد عبد الفتاح النهارده 4/10. في نص الملعب احمد نبيل كوكا، نجم الماتش الاول من وجهه نظري، نجم الماتش الاول من وجهه نظري احمد نبيل كوكا، لاعب صغير في السن عامل اداء هايل، 10/10 احمد نبيل كوكا في نص الملعب. قدامه اليو ديانج عمل مباراه كويسه جدا، مباراه من بتوع زمان دول يا ديانج، 9/10 اليو ديانج. جنبيه محمد مجدي قفشه 6/10، الشوط الثاني تفوق شويه لكن الشوط الاولاني كان سيء جدا. كريستو 7/10، وعندك احسن بكتير يا كريستو، مستنيين منك كتير قوي، لعيب موهبه قويه. على الشمال طاهر محمد طاهر جاب جولين الشوط الثاني، ياخد 5 عشان الجولين، تخيل جولين وياخد 5، لو ما كانش جاب الجولين دول كان هياخد بالسالب على الشوط الاول. ومحمد شريف النهارده بيعمل اداء كويس جدا، محمد شريف بيسجل على طول وكان خطير جوه ال 18. محمد شريف 7.5 8/10، عمل مباراه كويسه. دول كده بالنسبه لتقييم لعيبه النادي الاهلي، الافضل الافضل احمد نبيل كوكا في نص الملعب، اما الاسوء ففي اكتر من لاعب. فخري سيء جدا، ربيعه النهارده سيء جدا، كريم الدبيس كان سيء، وطاهر كان سيء لكن احرجني بالجولين زي ما قلت لكم. بعد كده التغييرات، بينزل علي لطفي، نوريت ما عملش حاجه، بينزل بيرسي تاو كويس جدا، بيرسي تاو نزل عمل قلق وشط واحده وكان كويس، 6/7 بيرسي تاو. بعد كده التغييرات الباقيه كلها في نهايه المباراه في الدقيقه 82، لعبوا 8 دقائق كلهم نوريت. الافضل من وجهه نظري احمد نبيل كوكا، الأسوأ رامي ربيعه ومحمد فخري، وطاهر محمد طاهر لحق نفسه الشوط الثاني. قولوا لي تقييماتكم في الكومنتات، شايفين مين الافضل، شايفين مين الأسوأ؟ لايكات كتير وشير على قد ما تقدر، خلي اللايف يوصل في كل حته، اشترك على قناتي على اليوتيوب وفعل الجرس، فولو صفحتي على الفيس عشان يجيلك كل جديد. سلام.